بإذن الله هنتكلم على موضوع جديد في الهاير فانكشن هو الليرنينج. هنعرف الأول definition of learning يعني إيه تعلم، وهنعرف أنواع الليرنينج. الأول learning معناها اكتساب معلومة جديدة، acquire a new information أو knowledge، عايز أكتسب معلومة جديدة أو حاجة جديدة أنا اتعلمتها. طيب اكتساب معلومة جديدة ليه أنواع؟ الليرنينج يا إما بتعلم من خلال ستيمولس واحد، مؤثر واحد، أو بتعلم من خلال تو ستيمولاي. بمعنى إيه؟ لو أنت ستيمولس واحد أنا هسميك نون أسوشييتيف، يعني الستيمولس اللي بتتعلم من خلاله لا يرتبط بستيمولس آخر، وهنقول أمثلة دلوقتي، أو associative learning يعني حاجتين ليهم علاقة ببعض ومن خلالها حصل التعلم. non-associative بمعنى إيه؟ هقول مثالين قلناهم في السنسوري زمان. أول مثال habituation وهديلكم مثال عليه، وتاني مثال sensitization. نبتدي بأول مثال habituation، جاية من كلمة habit أو التعود، بمعنى أنا هتعود على حاجة معينة وبعد كده مش هتبقى بالنسبة لي شيء مؤرق أو يقلقني. بمعنى إيه؟ صوت القطر، القطر يا جماعة لو أنا عايش جنبه أو صوت المترو في الأول أنا مش عارف أنام، بعد فترة عادي صوت القطر أو المترو جنبي المزعج وأنا بنام عادي. إيه اللي حصل في الهابيتيويشن؟ بصوا على الرسم ده، النيرف بتاعي، النيرف بتاعي كان عليه كالسيوم شانلز، في الأول كان في زيادة في أصوات القطار أو المترو، الصوت ده كان عالي فكان عامل فريكوانسي عالية، الفريكوانسي عالية كان بيزود عدد الأكشن بوتنشال، فكان بيجي من بره لجوه إيه؟ كالسيوم، كالسيوم يجي من بره يدخل جوه، كل ما كالسيوم كتير كان بيدخل كان بيمسك في الفيسيكلز يكسرها اللي كان جواها اكسايتاتوري كيميكال ترانسميتر، فيخرج اكسايتاتوري اكتر كمان وكمان، فانت مش عارف تنام. بمرور الوقت شايفين عدد الاكشن بوتنشال دي قلت، بدل ما يبقوا ثلاثة بقوا تقريبا واحد، فدخول الكالسيوم أخباره إيه؟ هيدخل بس قليل، هيدخل كالسيوم قليل، فالفيسيكلز اللي هتتكسر بدل ما يبقى عددها أربعة لا بقوا اتنين، فيطلع كمية أقل من الإكسايتاتوري ترانسميتر، كمية أقل، وده اسمها habituation، ده الهابت بتاعنا، والنهاردة هنقوله مرة كمان. طيب sensitization، بس قبل ما اقول sensitization انت هنا ايه الستيمولس الواحد؟ صوت القطر او المترو، يبقى ده non associative ملوش علاقة بستيمولس اخر. طيب sensitization ايه اللي حصل؟ هقول لكم مثال جميل جدا، لو انا اتعزمت عند حد وحطيلي طبق الشوربة، طبق الشوربة او الباول سوب بتبقى جميلة وناس بتحبها، بتبقى سخنة وفي ناس ما بتستحملش ما بتستناش، وبالتالي يتلسع اول ما يحط ايده عليها يتلسع، ايه ده انا ما كنتش عارف انها سخنة، يبقى حصل له بين،
والبين عملت تيشو دامج زي ما قلت في السنسوري، والتيشو دامج طلع مادة السيريتونين. مادة السيريتونين دي أحد الكيميكال سبستانسز، ودي كانت مهمة جدا. مادة السيريتونين عملت إيه؟ بصوا بقى، عملت حاجة جميلة قوي. هنا أنت عندك بوتاسيوم تشانلز، طب هنا ده فين؟ على البري سينابتيك نيرف، وهنا هو البوست سينابتيك. فجه السيريتونين، والسيريتونين ده طالع اصلا من انتر نيورون. يعني ايه انتر نيورون؟ ارسمها لك. يعني انت عندك نيرف موجود، لا هو بري ولا هو بوست، في الفانكشن بتاعه بين البنين، اسميه انتر نيورون. النيرف ده هو اللي طلع مادة السيريتونين اللي قفل البوتاسيوم تشانل. لما تقفل البوتاسيوم تشانل، البوتاسيوم زاد جوه، ما هو المفروض يطلع من جوه لبره. لما يزيد جوه يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى عمل دي بولاريزيشن للبري سينابتيك. طب ولو يحصل دي بولاريزيشن، في بوابة موجودة أيضا على سطح النيرف، البوابة دي تدخل مين؟ هتدخل كالسيوم. هي دي الكالسيوم شانل، فولتج جيتد كالسيوم، تشتغل لما تقفل البوتاسيوم شانل، وبالتالي هيدخل كالسيوم أكتر. يعمل ايه في الفيسيكلز؟ يكسرها ويخرج منها اكسيتاتوري ترانسميتر. اسأل سؤال، هو سنسيتايزيشن معناه ايه؟ انا بقيت سنسيتيف او حساس، حساس لطبق الشوربة. ده مهم جدا. ولما جينا شرحنا سنسوري قلنا بيناين اند نوكشيوس ستيمولس. ايوه، الاستيمولس حلو، انا بحب الطبق ده عايز اشرب، ولكن مؤلم لانه كان سخن. نرجع لموضوع الليرنينج، هل يا ترى انت اتعرضت لتو ستيمولاي؟ تقول لي لا، هو ستيمولس واحد، طبق الشوربه السخن، يبقى ده نون اسوشييتيف، لا يوجد تو ستيمولاي لهم علاقه ببعض. يبقى دول المثالين كمان اسوشيتيف. هنيجي لعنوان اخر، اسوشيتيف ليرنينج، وده مهم جدا. انا دلوقتي باسوشيتيف يعني ايه؟ تنتظر انك تسمع تو ستيمولاي، مش مؤثر واحد، لا اتنين. طيب ده كام نوع؟ ده خمس انواع، خلي بالك الاسوشيتيف خمسة. هنبتدي بأول مثال فيهم، واسمه كلاسيكال كونديشنينج. كلمة كلاسيكال يعني تقليدي، يعني أنا هربط ما بين تو ستيمولاي تقليديين، حاجة تقليدية لازم هتحصل. طب اديني مثال. جه عالم روسي اسمه بافلوف. الراجل ده دخل التاريخ بفكرة بسيطة قوي. الراجل ده كان عنده كلب، ودايما الكلب بتاعه كان يقدم له الأكل، عظم، أي أكل الكلاب. شيء طبيعي لما بتقدم أكل الأنيمال أو أي إنسان، السلايفا أو ريقه يجري، اللعاب، ده شيء طبيعي. فجي بافلوف وقال إيه؟ قال ميت تو ذا دوج، اللحمة للكلب، او احط الطبق اللحمة قدامه، ده يعتبر ايه؟ بصوا بقى الجملة اللي جاية، يعتبر unconditioned stimulus. قلنا لهم يعني unconditioned stimulus، قال دي معناها stimulus غير مشروطة. هتقولوا مش فاهمين، يعني اقول لك ايه؟ يعني انا لما اجي احط الاكل في بقك
منطقيا السلايفا هتطلع، ريقك هيجري، ده عادي. ايه المشكله؟ تعملوا البيبي، تعملوا راح واحد كبير، ده طبيعي، ده مش شرط، ده دي معروفه. امال ايه الشرط بقى؟ الكونديشند ستيمولس. كونديشند اول حرف سي، ايه الشرط؟ قال لك انا هعمل حاجه غريبه قوي، انا هاجي ارن الجرس للكلب، كل ما رن له جرس بعدها اقدم له الاكل. فالكلب اتعلم ليرنينج بحاجه، يعمل اسوشيتيف، يربط ما بين صوت الجرس وطبق الاكل. صوت الجرس لوحده هل يا ترى يطلع سلايفا؟ لا. ايه يعني لما اسمع جرس؟ ما اتعلمتش حاجه، صوت وخلاص. هنا conditioned followed by unconditioned stimulus ادى الى learning، بدليل بافلوف كل ما يجي يعمل كده يلاقي فيه سلايفا. جه في مره وقال ايه؟ انا هعمل صوت الجرس بس ومش هقدم بعدها اكل، بعدها على طول في حصل external factor، حاجه منعته انه يقدم الاكل. بمرور الوقت الدوج ليرن حاجه، ان مفيش سلايفا تتكون كريفليكس، يبقى ده اسمها كلاسيكال كونديشننج، ودي مهمه جدا الربط بين الاثنين. طيب جينا بقى نقول طب وايه التايب الثاني؟ فجي بافلوف برضو وعمل فكره جميله قوي، قال ايه رايكم لو كررنا التجربه؟ قلنا له يعني ايه؟ قال انا كل ما هاجي ارن الجرس اكتر احط اكل اكتر، ارن اكتر احط اكل اكتر. قلنا له انت عايز تعمل ايه؟ قال انا عايز اعمل reinforced learning. كلمه ري معناها اعاده، وانفورسد تقويه، انا بقوي تيست، ريبيت ذا تيست، او يسموها في الكتاب reconditioning، عشان الطالب يفهم ان انا هعمل الاول conditioned stimulus وراها unconditioned، صوت الجرس ورا الاكل، جرس اكل كده الكلب بيتعلم اكتر. طبعا ناس كتير هتقول لك هو الفيديو ده معمول على الدوج؟ لا، واي بيبي انت بتعلمه. دايما الليرنينج بيعتمد على ايه؟ اكواير ا نيو انفورميشن، حتى لو لسه طفل صغير مامته كل ما تيجي تحط له الاكل في بقه، قبل ما تحط له الاكل تعمل له صوت، سقف له، وبعد كده تحط له الاكل، هو اتعود على كده. طيب الطيب التالت يبقى اسمه ايه؟ جينا قلنا عايزين الدوج ده يميز ما بين الكونديشند ستيمولاي وبعض. يعني يا دكتور مش فاهم، ده كان صوت ايه؟ صوت جرس، بافلوف قال كده. قال طيب ما تيجي نعمل صوت تاني، صوت موسيقى او نويز، دوشه، عايز اعلم الدج او الانيمال حاجه، ازاي يميز بين الاصوات وبعض؟ ده مهم جدا، ازاي يميز؟ ودي اسمها ايه؟ ديسكريمينيتيف ليرنينج. كلمه ديسكريمينيشن معناها تمييز، ازاي افرق ما بين الحاجات وبعض، اهو ده جزء من الليرنينج. عشان نوصل لديسكريمينيشن لازم نكون عارفين الكونديشند ستيمولس اللي احنا بدانا بيه لغاية دلوقتي. أنا قلت تلاتة، كلاسيكال كونديشنينج وريكونديشنينج وديسكريمينيتيف كونديشنينج. ناقص لنا نوعين في موضوع الليرنينج مهمين قوي. النوع الرابع اسمه أوبيرانت كونديشنينج. كلمة أوبيرانت جاية من كلمة أوبيريشن، عملية، هخلي المونكي يعمل اكشن معينه، تاسك او مهمه معينه.
اللي هي ايه؟ جبت قفص، نتخيل كأن ده قفص، وحطيت المونكي جواه، وانا عملت حاجة مهمة، دخلت ضوء جوه القفص، سورس اوف لايت، ده لايت. وايه علمته حاجة؟ انه اول ما الضوء يدخل المونكي عنده حاجة زي بار، عارفين زي قضيب، لو داس برجله عليه الباب يفتح. اول مرة عملت كده، هو لسه ما اتعلمش، ما يعرفش. تاني تالت رابع مرة المونكي عمل غلطة، والغلطة دي فادته، لقى حاجة زي خشب جوه، قضيب خشبي كده جوه البوكس ده، جوه القفص او الكيج ده، عمل ايه؟ داس عليه بالغلط. عرف انه اول ما الضوء يدخل وهو يدوس على البار، البوكس هيفتح ويخرج المونكي. يبقى ده جزء من الليرنينج، لازم تعمل اوبريشن معينة يا مونكي، ما ينفعش تبقى سلبي، لا اعمل اكشن علشان تتحرر، عشان تخرج. يبقى علاقة الضوء بالحرية، زي ما نقولها زمان في العربي، شمس الحرية تعود من جديد. ما عشان يبقى في شمس للحرية لازم يبقى في تعب، وده اللي علمناه للمونكي، هو اتعلمه. طيب رقم خمسة، وهي جميلة جدا، التعلم مش بس للحاجة الحلوة، انا ممكن اتعلم ابعد عن حاجة وحشة، اسمها avoidance learning. بمعنى ايه؟ جبنا المونكي ده وجبنا له اكل، تمام، بس قبل ما نديله اكل موز او سوداني او ايا كان، عملنا له ايه؟ injection by a drug then food، حقنا دواء، والدواء ده بيعمل حاجة زي نوزيا او غثيان، ثم حطينا له الاكل. عمل ايه المونكي؟ كل ما تحقنه بالدواء ده تحط له اكل، رفض الاكل. هنا الاكل بالنسبة له ما بقاش طعمه حلو، قال لك لا، avoid this food، لان الفود ده هيعمل لي ايه؟ vomiting. طبعا المونكي ده عارف الكلام ده بايه؟ يا جماعة في حاجة اسمها trial وايرور، جرب واغلط. زي واحنا صغيرين كان يقولولنا ابعد عن الكبريت، الكبريت ده هيحرقك، فكنا بنستهتر لغاية لما جربنا واتلسعنا، ده التراير اللي عملناه وغلطنا فتعلمنا، ما نقربش منه تاني. في نهاية الليرنينج بفكرك definition والتايبس، النون اسوشيتيف مثالين habituation و sensitization، اما الاسوشيتيف انا عندي خمس امثله، الاول كلاسيكال كونديشننج، الثاني ريكونديشننج، تعال نعيد تاني، الثالث هو ان انت تعمل ديسكريمينيتيف وتميز، الرابع ومهمة جدا عايز اعمل اوبرانت كونديشننج، والخامس هو افويدنس ليرنينج.